أمسية سعيدة مشاهدينا الكرام، رمضان مبارك، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من حصتكم واش نطيبوا اليوم. دائما سليمان طلع عليهم بوصفات، تفضل سليمان. شكرا. صح رمضانك مليح. صح رمضان. شحال صايمين يوم؟ 8 ايام. انا نحس بكم. يلا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حصتكم المحبوبه اللي تاتيكم يوميا على قناتكم البيضة تي في. كما جرت العاده، ورقه وسياله باش تدونوا معنا الوصفات، في نفس الوقت نذكركم رقم الهاتف يجوز قدامكم. ماذا بكم غادي تكثرونا الاتصالات من فضلكم باش تحلى الحصه تاع اليوم غير بالمكالمات نتاعكم. يلا مشاهدينا الكرام، كالعاده كما راكم تشوفوا قدامكم اليوم هنا في الطابلو هذا، جبت لكم انا حساء الدجاج وجبت لكم كيش بالمرقز. علاش جبت لهم حساء الدجاج اليوم مريم؟ حبيت ندير لهم شويه طون داري، نحبسوا شويه من الشربه. نعطيهم ان سوب تاع البولي اللي راح تكون بزاف شابه، في نفس الوقت نذكروهم برك بها، بالك يكون عندهم كاش مرصوات تاع دجاج قعدوا لهم البارح، بالك اكزاكتومون. عفوا، لهنا بالنسبه للقطعه تاع الدجاج مشاهدينا الكرام اختياريه، ماشي لازم البلون ولا لازم تاع الصدر، هنا واش عندكم، تحبوا لاكويس، تحبوا غير بالكاركاس هذوك تاع الدهارتين كذا، تقدروا تجيكم وتجيكم بنينه. ولا مريم كاش مرصو قعد لهم البارح، داروا شتات حاجه ولا داروا دجاج كباب ولا داروا عفسه، يقدروا يوتيليزيوها. يفتتوا في اكزاكتومون. مشاهدينا الكرام، بالنسبه للطبق نتاعي تاع اليوم اللي هو عباره عن حساء الدجاج، واش عندي؟ عندي حوالي صدر تاع الدجاج ولا قطعه تاع الدجاج، عندي مغرفه تاع الزبده من منتوجات الربيع، عندي شويه تاع العدس احمر من منتوجات مهدي. بالنسبه لزيبيس مشاهدينا الكرام، عندي فلفل كحل، كركم وسكنجبير، وعندي شويه تاع توابل كيري ولا خاصه بالدجاج. بالنسبه للخضره مشاهدينا الكرام، الخضره شوفوا نعطيكم لاباس، حاجه واحده اخرى اختياريه، البطاطا والبصل ولا كورجيت والثوم وحاجه واحده اخرى، واش تقدروا تنقصوا واش تقدروا تزيدوا على حساب انتم واش ما حبيتوا. وعندنا هنا حبه تاع الجزر، زوج سنينات تاع الثوم. الحاجه الاولى راح ناخذوا، الطنجره تاعنا. بسم الله، معليش نقلبوا برك هكذا. الحاجه الاولى مشاهدينا الكرام، نحط هذه بلا، ناخذوا الطنجره تاعنا هذه، نديروا فيها مغرفه تاع الزبده من منتوجات الربيع، ناخذوا حوالي مغرفه تكون معمره مليح. فوالا، يقدروا يستعملوا زيت الزيتون سليمان ولا زيت الزيتون، يقعدوا اختياريين. احنا على بالك دائما ندوا المصوص البديل تاعهم. ماذا بينا حنايا نذكروهم برك باللي يقدروا يديروا اي حاجه يحبوها. ان شاء الله. نديروا معاهم مغرفه تاع الزيت. عندك الزيت تما مطيني هاك هاك. تفضل. شكرا. نضيفوا معاهم هنا مغرفه تاع الزيت. هنا انتم استناوا حتى وين ندوب لكم هذاك المغرفه تاع الزبده والزيت تاعكم تسخن، باش تبداوا تقليو مليح في القطعه تاع الدجاج نتاعكم. حنا على بالكم شويه الوقت ضيق، عندنا 20 دقيقه، لازم نعطيكم المقادير ونعطيكم الطريقه تاع التحضير ونعطيكم لو دريساج اذا قدرنا. هنا مشاهدينا الكرام، عطيني برك هذيك لابلونج البيضاء. هاي هاي قدامك صلى دروات. معليش هاك هذه كيف. شكرا. هنا مشاهدينا الكرام، بالنسبه للخضره نتاعنا نقطعوها عادي مكعبات اكزاكتومون، ولا طريقه عشوائيه بالطريقه هذه. جرحات الترحه اكزاكتومون. عندنا حبه تاع البصل، عندنا حبه تاع لاكورجيت. حنا نديرو كميه قليله، انتم الا عندكم عدد الافراد كبار دوبليو برك لا كونتيتي. شكرا. عفوا، هنا مشاهدينا الكرام البلوند بولي تاعكم ولا القطعه تاع الدجاج نتاعكم ماذا بكم تعطوها لا كولور، اللي حتى وين تدي اللون الذهبي مليح، باش من بعد كي نقطعوها ولا نفتوها يقعد كاين لا ديفيرونس، تحسوا باللي الدجاج راه كاين. باسكو علاش؟ هذه لا سوب راح تجيك شرايحها البيوضيه، اذا ما كانش الدجاج دا لا كولور ما تبانش. اكزاكتومون. يلا عندنا مكالمه من وهران، تفضلي. الو ايناس، مرحبا بك. اش راكي؟ رامنا سهران لاباس؟ الحمد لله كامله. السلام عليكم. الحمد لله. تفضلي ايناس، كيفاش راكي مع رمضان؟ اجواء رمضان في ولايه وهران؟ علام الاجواء، اجواء مليحه. كيفاش راهي لومبيونس عندكم؟ احكي لنا شويه. اجواء زعما اجواء مليحه وكاع. تفضلي ايناس، مالفة تبعي البرنامج. وا مالفة تبعي البرنامج؟ نعم. واش حبي؟ تفضلي ايناس. بالمناسبة قلت نشكرك على السلطة اللي درتيها، خرجت لي بزاف عالية. بصحتك. واش من السلطة الأولى ولا تاع البارح؟ سلطة تاع الماسيدوار. الأولى اللي درناها في الأول.
بصحتك سيدتي ايناس، بصحتك. سلمى تفضلي. أيوة شكرا ايناس، وتحيتنا للنسوان. صح فطورك. شكرا. يلا مشاهدينا الكرام، نعاود نذكركم برك هنا درنا هذيك القطعه تاع الدجاج في مغرفه تاع الزبده، في مغرفه تاع الزيت، عطينا لها مليح هذيك لاكولير كما قلت لكم. نجيو لهنا نقول لكم هذه الباقه تاع الخضروات واش فيها، حبه تاع البصل، حبه تاع لاكورجيت، حبه تاع الزروديه، زوج حبات تاع البطاطا يكونوا مويا، ان بوكي غارني اللي فيه الكرافس والمعدنوس، وحوالي اربع سنات تاع الثوم، وعندي هنا لي زيبيس نذكركم، كركم، سكنجبير، فلفل الكحل، والتوابل الخاصه بالدجاج بطبيعه الحال. الملح. تفضل سليمان. برك نذكروا مشاهدينا الكرام انه رقم الهاتف راه يمر اسفل الشاشه، نستناو في الاتصالات تاعكم، وما ننساوش كذلك نهضروا شي على الممولين تاعنا اللي راهم حاضرين في البرنامج تاعنا اليوم. نبداو بمؤسسه جيو، يعني راكم تشوفوا جيو غنيه عن التعريف، ونعرفوا احنا ليكيبمون تاعها ناجح 100% ما شاء الله، كواك سوسوا البيترا تاعها ولا البلاندور، كذلك هذه الثلاجة الرائعة لكل سيدة في المنزل تتمناها، دو بورت من تحت كونجيلاتور ومن الفوق فريجيدير، يعني ما شاء الله. نروحوا كذلك لشركة سوارين اللي حاضرة بكل أنواع تاع الشوكولاتة اللي يعني اللي تحضري بها الحلويات ولا لي بونبون، يعني واش حبيتي لك الاختيار. مؤسسة الوليمة كذلك راهي دائما السمن تاعها ما نقدروش نستغناو عليه، يوميا أنا نحضروا به الأطباق تاعنا. أكيد معنا مؤسسة مسعد صودا، وما نساوش فيتا داي بال يعني بال الخضروات المصبرة، يا أخي شتو خدمنا بها عدة وصفات، وأكيد شركة نوارة بنت الحارة اللي راهي حاضرة معنا دائما منورتنا الحصة، ومؤسسة المهدي اللي حاضرة بال الحبوب الجافه والفواكه المجففه كذلك، وما ننساوش دار البهجه يعني اللي زهونا بهذه الاواني الجميله. نشكركم. تفضل سليمان. شكرا شكرا مشاهدينا الكرام. طولت عليك سليمان. معليش ان شاء الله تكونوا شفتوني مليح واش درت، قلت لكم اليوم جبت لكم هذا الحساء تاع الدجاج باش تكاسيو شويه الريتم ولا الروتين تاع الشربه. صح. انا مشاهدينا الكرام جات في بالي اليوم. واش بك مريم؟ جات في بالي اليوم نديروا غير خليتي زايد شويه مريم باش نربحوا الوقت. انا مشاهدينا الكرام بالنسبه للكيش نتاعي نروحوا نبداو نبريباريو الصلصه ولا نبريباريو ماشي العجين، نبريباريو قلت لكم الحشو. الحشو واش عندي؟ عندي هذه المقله، اسمحي لي برك مريم ندير المغرفه برك تاع السمن. شكرا. هنا مشاهدينا الكرام عندي حوالي مغرفه. تفضلي. تاع السمن من منتوجات الوليمه. يلا تفضلي مدام. مرحبا بك سيدتي، تفضلي. هذا مساء الخير. واش راكي سيدتي لاباس؟ نضيفوا لها مغرفه تاع الزيت. الحمد لله تماكم لاح بحر مبانكم. الله يسلمك، الحمد لله. تفضلي سيدتي، انا في الاستماع. يسلمك، نشكركم على التعب اللي راكم تعبوا فيه. شكرا. نديروا لنا وصفات تسهلوا لنا في رمضان. يا خي راهم يساعدوكم الوصفات لانا نحضروهم. يعجبوكم. الحمد لله تبارك الله وفيكم. الحمد لله. شكرا شكرا. تفضلي سيداتي. ايه الحمد لله. عندنا بخاطة عندنا شوية داخل تاع العيد. ان شاء الله الكاطو تاع العيد اكيد اكيد راهو مبرمج ان شاء الله. ولي غاده رانا يعني نحاولوا انه كل يوم رانا نودوا لكم وصفه اللي تقدروا تعتمدوها في اليوم، لانه انا عارفه انه السيدات بزاف راهي تقول لك حرنا واش نطيبوا حرنا واش نديروا، رانا يعني الوصفات رانا ننوعوا. اي سلمك صحيك اختي، تبارك الله فيك. شكرا سيدتي، نشكرك على المكالمه. شكرا. تفضل سليمان. سمحي لي برك مريم، سمحي لي برك افونسي لي برك، شوفي القدرة هذيك لهنا فوالا، حطيها هادي هنا، زيدي برك شويه الفرن هذاك. هنا مشاهدينا الكرام نذكركم برك واش درنا، كنا درنا هذه المقلة درنا فيها مغرفة تاع السمن، درنا فيها مغرفة تاع الزيت، درنا فيها حبة تاع الطماطم مسكرفجة، نص حبة تاع الفلفل حلو، نص حبة تاع الفلفل حار، زوج سنات ثلاثة تاع الثوم مسكرفجين، مغرفة تاع طماطم مصبرة ماشي معمرة مليح، وراح نبداو نضيفوا واسمو التوابل نتاوعنا، عندنا شوية تاع راس الحانوت، عندنا شوية تاع فلفل أسود،
هنا الثوم ما درتش حبه. راح نزيد ندير شويه الثوم بودر. بقى لي شويه تاع البصل تانيك بودر. فوالا. هنا مشاهدينا الكرام عندنا اعشاب عطريه، نذكروكم برك بلي تقدروا تشوفوا المقادير على جانب الشاشه. يلا نعاود لكم برك بالنسبه عفوا نعاود لكم برك بالنسبه للحشو واش فيه. مغرفه تاع السمن، مغرفه تاع الزيت، حبه تاع البصل مقطعه رقيقه، نص حبه تاع فلفل حلو، نص حبه تاع الفلفل الحار مقطعين رقاق، حبه تاع الطماطم تكون طايبه مسكرفجه، الثوم بودر درنا لها ثاني فلفل كحل وشويه تاع راس الحانوت، ودرنا مغرفه تاع طماطم مصبره ماشي معمره مليح، ورانا الملح بطبيعه الحال، نستناهم حتى وين يدخلهم شويه الطياب. نجيبوا المرقاز نتاعنا، عطيني برك موس 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 صغيره هكا، شكرا. هنا مشاهدينا الكرام جبنا حوالي 200 غرام تاع النقانق، نقطعوا الحبه على ثلاثه باش ما نقطعوهاش صغيره بزاف، واللي تكون صغيره الحبه على اثنين. فوالا ها طريقه سهله قلت لكم، طريقه جديده باش يديروا اللحم ولا فيون داشي ولا يقدروا يبدلوا. كاين بزاف اللي يحبوا المرقاز في رمضان بالك ما يلقاوش وين يديروه، ولا يكونوا دايرين طبق رئيسي، خطره جايين نديروا لهم ثاني عجه مرقاز، نديروا لهم بروغراميوها لهم. يلا توجد مكالمه ماريا. كلام من ماريا، تفضلي سيداتي. الو الو، نعم ماريا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام سيداتي. صحة رمضانكم. الله يسلمك، صحة رمضانك، واش راكي ماريا لاباس؟ لاباس الحمد لله، وانتوما؟ تصلي سيداتي من باتنا. من باتنا، مرحبا بك تفضلي. يعطيكم الصحة على الوصفات تاعكم هايلين. لمزية سيداتي، يعني رانا تفضلي سيداتي، يعني في الاستماع تفضلي. نقصي برك جهاز التلفزيون مادام سمعينا. دور انه راحت قطعت الموضوع. يلا مشاهدينا الكرام نروحوا برك بالنسبه للعجينه نتاعنا، خذينا 125 غرام مارغارين من منتوجات اوبلين، هاي هنا قدامكم. راح نضيفوا عليها حبه تاع البيض، نضيفوا عليها مشاهدينا الكرام زوج مغارف تاع الزيت، نديروا عليها شويه اعشاب عطريه، حبيت نكه انا لاباط نتاعي باش تجيني بنينه، نديروا لها شويه تاع توم بودر. نذكركم برك بلي تقدروا تشوفوا المقادير على جانب الشاشه. هنا عندي البصل بودر والتوم بودر، عندي شويه تاع فلفل اسود. يلا نعاود لكم برك واش درت. عندي 125 غرام تاع الزبده من اوبلين مارغارين، زوج مغارف تاع الزيت، عندي تانيك مشاهدنا الكرام الملح، شويه تاع فلفل كحل، شويه اعشاب عطريه، ودرنا شويه تاع التوم بودر وشويه تاع البصل بودر. هنا درنا هذا واش درنا، وزوج مغارف تاع الزيت وحبه تاع البيض. لحد الان هذا واش رانا دايرين. برك الملح وين درناه مريم؟ كان تماك حطيناه. معليش معليش، دوك نعاودوا نرجعوا برك لهنا، نعاودوا نشوفوا برك هنا مشاهدنا الكرام بالنسبه للصلصه على الحساء نتاعنا. درنا الملح كاين يبانسي مليحه، درت شويه هنا، زيدي ديري هذيك شويه. هنا مشاهدنا الكرام نذكركم برك باللي خلينا الخضره تاعنا تقلى لنا مليح، ودوكا ورانا مرقناها. نذكركم برك هنا درنا قطعه تاع الدجاج في مغرفه تاع الزبده من منتوجات الربيع، مغرفه تاع الزيت، حبه تاع البصل، زوج حبه تاع البطاطا موايا، واحد ثلاثه سنات لاربعه تاع التوم بوكي غارني اللي فيه المعدنوس والكرافس، ودرنا تانيك مشاهدنا الكرام حبه تاع الزروديه وحبه تاع الكورجات، والقطعه تاع الدجاج تاعكم اختياريه. بالنسبه للزيبيس عندنا كركم، عندنا سكنجبير، عندنا توابل خاصه بالدجاج، وعندنا شويه فلفل كحل والملح. هذا واش درنا. نجوا لهنا دوك بعد ما تمرقوا الحساء نتاعكم، ناخذوا حوالي زوج مغارف احمر. من العدس يعطي له لون بزاف شباب. نطل باش ما نغيرولوش كامل اللون نتاعو، ما نطولوش بزاف، نديروا له حوالي زوج مغارف ولا ثلاثه تاع عدس احمر من منتوجات مهدي. هذه مغرفه رقم واحد، هذه مغرفه رقم اثنين، هكذا. هنا نذكركم برك باللي استعملنا العدس من منتوجات مهدي. نزيدو نروحو نشوفو هنايا وين درنا المرقاز نتاعنا، راهو يشهي. شوفو معايا هنا مع مغرفة تاع السمن ومغرفة تاع الزيت، حبة تاع الطوماطيش مسكرفجة، حبة تاع الحار، وحبة تاع الطرشي ولا فلفل حلو.
الثوم بودر ودرنا فلفل كحل وشويه راس الحانوت والملح طماطم مصبره وشويه ثاني قلت لكم تاع الملح. هذا واش درنا، ما درنا لا ما حتى حاجه، درت نشف لنا شويه ونفرسيو بها لاباط نتاعي. سمحي لي باك مريم، هنا مشاهدينا الكرام ناخذوا خلاط، عفوا خلاط، ولا تخدموا بيدكم. بسم الله. صح، نخلطوا هذيك الزبده مليح مع البيض ومع الزيت ومع هذوك الاعشاب العطريه والبصل بودر والثوم بودر وشويه تاع فلفل كحل. راهي ديجا منكهه على الفلفل. اكزاكتومون، باش تجيكم لاباط نتاعكم بنينه وشاب. نجو نديروا هنا، نستعملوا منتوجات نواره، نديروا حوالي ربع باكي. باش تخففها. نديروا حوالي هكذا ربع باكي. نجو هنا نبداو نضيفوا في الفرينه تاعنا تدريجيا، هنا الكميه هذه تدي لكم حوالي زوج كيسان تاع الفرينه معمرين مليح. يلا نعاودوا، 125 غرام تاع المارغرين من منتوجات اوبلين، حبه تاع البيض، زوج مغارف تاع الزيت، نكهناها بالاعشاب العطريه والثوم والبصل وشويه تاع الفلفل الكحل والملح، ودرنا لها مشاهدينا الكرام ربع باكي تاع الخميره الكيميائيه من منتوجات النوار. الليم ولاباط تاعنا غير بالعقل هكذا حتى تدخل كامل الفرينة. تحصلوا على شغل اون بات بريزي ولكن تجي بارفومي. اكزاكتومون، هنا برك حبيت نعطي لها هذوك ليغو باش كي يكونوا ياكلوا يحسوا باللي لاباط منكهه. اوكي اكزاكتومون، هكذا يبدا. الفكره تاع المرقاز فكره شابه وفكره جديده. حبيت المرقاز مريم. ايه من داك يعني كيكون الشباب وعنده واحد. احنا عندنا واحد ما شاء الله يخدم تخي تخي بيان. هاي مليح. داير السائق اللي يديني منه حتى يدوز يشري كيداقو خطا. كيشري ولا يدي اشاك عنده يعني نوعيه جيده ما شاء الله. هاي بيان، شوفوا هنا بعد ما تلايم لكم لاباط، شوفوا لاباط، شوفوا لاباط شحال تجيكم طريه. فوالا نلايموها برك مليح. انتم مشاهدينا الكرام تفيلميوها وتخلوها تريح على الاقل نص ساعه. هنا لاباط نتاعكم مشاهدينا الكرام لازم تخلوها تريح باش تقدروا تشكلوها كيما حبيتوا. انا كنت ديجا وجدتها من قبل. زيد لنا دقيقه واحده اخرى ياسمين من فضلك. هنا واش اختي، هنا مشاهدينا الكرام لاباط نتاعي راح نخليها هذه تريح. كنت ديجا وجدت هذه لاباط من قبل. هادو ما سي بون، سي بون المرقاز هذاك مريم. طفي له باش هما نقدروا نجيبوا الفوندو تحت نتاعنا ولا المول ولا حاجه اللي حبيتوا ديروا فيها، تقعد اختياريه ليكم. ناخذوا هنا ورق الزبده كيما راكم تشوفوا، نديروا ورق الزبده باش نحلوها ديريكتومون فوق ورق الزبده هكذا. نجيبوا الحلال تاعي غير بالعقل ونبداو نفتحوا في هذيك العجينه تاعي غير بالعقل حتى نعطوها الشكل على حساب المول اللي عندنا. لو كان تشوفوا معايا هنا تشوفوا باللي لاباط نتاعكم كي تكونوا تفتحوا فيها يجي فيها هذيك حبيبات الشكل تاعهم بزاف. اكزاكتومون، تحسوها اخضرار هذاك تاع تحسوا باللي شغل هذوك لي زيبيس اللي درناهم وهذيك الثوم وهذوك كامل راهم قدامكم هنا هكذا. تفتحوها غير بالعقل. اوكي تكملها بيدك. نزيدو لها غير شويه مريم. يعني كفكره للفطور العشيه. اكزاكتو، بلاصه البوراك. هنا بالنسبه لنديرو مغرفه تاع الزيت، هي قدامك الزيت حوالي نص مغرفه صغيره. عطيني بانسو بالخف مريم. شكرا،
خفيتي لها. برافو صحيتي. ناخذوا لاباط نتاعي غير بالعقل نسيو كيفاش نجيبوها سوا سوا. هذا نمشيوها طريقه سهله مريم. سهلة بسيطة. يقدروا كاع الناس يديروها. أما الكمية تاع المرقاز ماشي ماشي حاجة، عندنا وقلا 200 غرام ولا حبيبة للبنة دقيقة كمية كبيرة تاع المرقاز يعني ما تجي تقهم، أحسن هكذا شغل خفيفة. اكزاكتومون نزيدوها هنا وين تلقاو حاجة ما شدت لكمش ولا تقدروا تبياسيوها عادي كما يقولوا بالدجاجة. هكذا نجيبوا فرشيطة برك مريم. نديروا لها هكذا بالفرشيطه باش ما يتقنفل لكمش كامل العجين في الفور. نجيبوا المرقاز نتاعنا نبدا بها حاجه نحولوها كامل الزيت هذيك. هاي هاي مريم ناخذوا لافارس نتاعي نحطوها. هاي كيفاش تكون حتجي بزاف بنين الكيش هذا. هذا الكيش راح يجي بزاف بنين. قلت لكم اليوم اطباق اللي نكاسيو بها الروتين تاع رمضان، على بالي بلي بزاف الناس يديروا الشربه تاع رمضان ويديروا دقيقه ياسمين نخرجنا اختي ويديروا تانيك البوراك، حبينا نكاسيو لهم لوغيت. مريم برك شتي لي هذه. هنا الحاجه اللازمه نخدم لكم هنا واحد الكريمه اللي تكون ترافق لكم. شكرا مريم. الكيش نتاعكم عندي كاس تاع لاكريم فريش، اللي ما عندوش لاكريم فريش يقدر يدير كاس تاع حليب. ايه عادي. المقادير راهم يجوزوا في الشاشه كما راكم تشوفوا قدامكم. عندنا جبن مبشور. عندنا حبات. عندنا زوج حبات تاع البيض. نزيدوا برك حبه. نولع شويه تاع الملح. نخلطوهم كامل مليح هكذا. نشعلوا الفرن على 170 درجه ولا 180 درجه. اكزاكتومون. انا راح واش راح ندير دوكا، راح نكمل نحط هاد لاباط كامل من الفوق هكذا. حنا نقولوا لهم ندخلوها للفرن قلت لكم مده الطهي تاعها 20 دقيقه. اذا مشاهدينا حنا نكملوا لاكيش تاعنا نديروها طيب في الفرن على 180 درجه. ندو فاصل قصير ونشوفوا التحليه تاع نهار اليوم. السلام رانا جانا لكم بالنسبه للوصفات تاع اليوم، ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم. الحال الوصفه رقم واحد هي عباره عن حساء الدجاج اللي قلت لكم نسيو كيفاش نحبسوا به شويه الشربه. نديروا اليوم تاع حساء الدجاج باش تعاودوا تقلوا ان شاء الله من دار وجديد. على بالي بلي الشربه تلعب 10 وكابيتان في شهر رمضان. وبالنسبه قلت لكم للطبق الثاني ولا درت لكم كيش عائلي جا بزاف شباب. شوفوا معايا هنا لو كيش تاعكم تقدروا تقطعوه كما حبيتوا. انا برك هنا نقول لكم بلي مازالوا سخون يجيكم هاد لوكيش. حاجه اللي مليحه فيه مشاهدينا الكرام يجيكم مشمخ لداخل، ماشي هذاك اللي ناشف اللي ما تنتكلش. نعم الرائحه تاعو والله ما شاء الله. فوالا شوفوا معايا، شوفوا معايا هنا لاباط كيفاش جايه رقيقه وطايبه. شوفوا هنا تانيك في الوسط هذاك الحشو اللي درناه بالمرقاز، المرقاز الله يبارك وطايب مع هذيك التكتوكه مع هذيك التكتوكه اللي كنا درناها. شوفوا معايا هنا مليح. والطبق الاخيره هي اللي راح تزيد لكم في البنه، هذاك الكاس تاع الحليب ولا الكاس تاع لاكريم فخاش مع الجبن المبشور مع زوج حبات تاع البيض. صدقوني راح يجيكم كيش روعه كبيره. ان شاء الله تكونوا دونتوا معايا الوصفات تاع اليوم. بركيرا تفضلي مريم. شكرا سليمان. اذا مشاهدينا انا اخترت انه نديروا عفسه تاع لاتاي اليوم اللي هي عباره على بقلاوه ولا بقلاوه بلاباط فيلو محشيه بالمكسرات وشوكولا اتختيني كما راكم تشوفوا الشكل النهائي تاعها. وهاولك هذاك السيغو تاعي انا كنت ديجا كي خرجت هكذاك من الفرن كنت ديجا
واش درت لها راح تعسلتها مباشره. هذايا راح نزيدو فقط هكا في الاخير باش تشوفوا لا تيكستور تاع لو سيرو تاعي كيفاش يكون. اما عصير تاع نهار اليوم اللي اخترته، اخترت له موخيتو بالفراوله والليمون بليموناد ابيض من منتوجات مسعد، يعني الشكل تاعو على بالكم هذا الذوق تاعو بزاف بنين. ما عليكم غير تجربوا هذه الوصفات وتعطونا رايكم. نتمنى انه الحلقه تاع نهار اليوم نالت اعجابكم. اكيد راح نختموها مع جازوز مسعد لون ابيض. تحياتنا مشاهدينا، صحه فطوركم. مشاهدينا الكرام، صحه فطوركم ليكيبو.